فلم يرد جوابي. أحبيبه ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب؟ أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أترابي، فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.